السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا الحائط دوت هو ده الواجهة الخارجية بتاعت المبنى ومطلوب مني إن أنا أعمل فيه شكل معين، طيب في طرق كتيرة، تعالى نشوف أسهل طريقة هو إن أنا أحط الشكل اللي أنا عايزه في قلب الماتريال. فأجي أنا أعمل إيديت تايب وهدخل هنا ده الماتريال، أدوس هنا وهدخل هنا في الأبيرنس وأقول له كات أوت. مجرد إن أنا أعلم بيقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها تتطبق، فبقول له اختار الصورة دي مثلا، هتيجي بشكل دوت. لو تدوس عليها هيبدأ بقى يقول لك اختار البريتنس قد ايه، وبعد كده هيقول لك اختار الشكل بتاعك هيبقى قد ايه، وليكن مثلا 2000 وده برضه 2000 بالشكل دوت، واقول له دان واقول له ابلاي واقول له اوكي اوكي اوكي. وبعد كده اروح اقول له رياليستيك على اساس ان انا اشوف التأثير بتاع الصورة زي ما شايف أهو بقى موجود بشكل دوت. طيب لو أنا عايز أخلي فيه زي خامة كده موجودة فيه، أقول له إيديت وأختار برضو الماتيريال تاني وأقول له أبيرنس وأقول له أنا عايز يبقى فيه ماتيريال موجودة الجينيريكيات، أقول له الإيمج دي خليها مثلا ماتيريال خشب. أوكي 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 تظهر معاك كده ماتيريال الخشب وفي النقوش اللي انت عاملها بشكل دوت، وتقدر في اي وقت تتحكم في الحجم والشكل بتاعه، تقدر تعكس الشكل دوت، تدخل هنا تغير الشفافية بتاعته، ممكن تقول له اعكس لي الصورة بالشكل دوت اهوت. طبعا اي حيطه واخده الشكل دوت هيحصل التاثير ده فيها.